سبعة تأثيرات نفسية تؤثر على أي شخص. إن العقل البشري على الرغم من كونه معقداً وغامضاً بشكل جميل يتصرف أحياناً بغرابة مطلقة، حيث يشجع الإنسان على القيام بأشياء غير منطقية تماماً ويجعله يؤمن ببعض الهراء، وقد يغير ذاكرته حتى، ومع ذلك لا يتم اتخاذ أي قرار فجأة. إذن ما الذي يدفعنا للقيام بما نفعل؟ حسناً، في الكثير من الأحيان تكون أحد هذه التأثيرات النفسية السبعة هي المسؤولة عن ذلك، إذ لديها القدرة على التحكم في الكثير من تصرفاتك، ولكننا سنقدم لك بعض النصائح حول كيفية عدم الوقوع تحت تأثيرها. 7. تأثير التيسير الاجتماعي، والذي يعرف أيضاً باسم تأثير الجمهور، ويعني بشكل أساسي أن الأشخاص يميلون إلى التصرف بشكل مختلف بالاعتماد على ما إذا كانوا لوحدهم أم في حضور الآخرين. من المثير للاهتمام أنه في الحالة الثانية يصبح أداؤهم أفضل إذا كانت المهمة المكلفون بها بسيطة أو مألوفة، وأسوأ إذا اضطروا إلى القيام بشيء جديد أو معقد إلى حد ما. قد تتناول المكرونة دون اكتراث عندما تكون في المنزل بمفردك، ولكنك تحاول أكلها بطريقة أكثر ترتيباً وجمالاً عندما تكون في الخارج مع شخص آخر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي يتصرف بها الشخص لا تعتمد فقط على دائرته الاجتماعية، ولكن أيضاً على عدد المرة غير المقصودين. لذا وعلى سبيل المثال، قد يقدم رجل مقعده لشخص آخر في الحافلة بهدف إثارة إعجاب امرأة جذابة بالقرب منه. كيف تتجنب الوقوع تحت هذا التأثير؟ اسأل نفسك من وقت لآخر، ببساطة، هل أقوم بفعل هذا لجعل شخص ما يحبني أو يلاحظني، أو لأن هذا ما أريده حقا؟ وكن صادقا. 6. تأثير هوثورن، يعرف أيضا باسم تأثير المراقب، ويحدث عندما يقوم الناس بتعديل سلوكهم إذا علموا أنهم يخضعون للمراقبة. عندما تشارك في شيء جديد وتهتم ببعض التجارب، فإنك تعمل لاشعورياً بطريقة أكثر حماساً ونشاطاً. في هذه الحالة، على الرغم من أن النتائج ستكون إيجابية على الأرجح، إلا أنها للأسف ستكون غير دقيقة ولا تعكس الموقف الحقيقي. على سبيل المثال، في السوبر ماركت يعرض عليك تجربة زبدة فول سوداني جديدة أو أي شيء آخر، ويطلب منك إعطاء رأيك بها، وفي نفس اللحظة تثني ثناءً عظيماً على هذا المنتج الجديد بطريقة تبدو صادقة، ولهذا السبب ينتهي بك الأمر بشرائه، ولكن بمجرد عودتك إلى المنزل تدرك أنه ليس بهذه الروعة. كيف تتجنب الوقوع تحت هذا التأثير؟ حاول أن تبقي عقلك صافياً وأن تكون دقيقاً وانتقادياً. لا يعني الاشتراك في استبيان أو استطلاع أنه تلقائياً يفترض أن تقدم رأياً إيجابياً حول المنتج لمجرد أن أحدهم اعتبرك خبيراً في هذا المجال بالتحديد. 5. تأثير زايغارنيك، وفقاً لهذا التأثير النفسي، يصبح الناس أفضل في تذكر المعلومات أو الأحداث التي تركت غير مكتملة أو بدون نهاية. على سبيل المثال، يحفظ النادل طلبك حتى يقدمه لك، ثم ينساه وينتقل إلى مهام أخرى. أو تخيل قوة ذاكرة امرأة شابة تشعر بالضيق الشديد بسبب انفصالها الحديث عن حبيبها. كانت قد بدأت بالفعل، ولكنها لم تنتهي عملية التخطيط لزفافها واختيار فستانها المثالي. محزن. كيف تتجنب الوقوع تحت هذا التأثير؟ أفضل طريقة لإخراج أي شيء من عقلك، خاصة إذا كان يضايقك، هو أن تنهي دائما ما بدأته. وإذا لم تكن هناك طريقة للقيام بذلك في الحياة الحقيقية، مثل عروستنا المستقبلية المسكينة في المثال السابق، فعندها قم بذلك في رأسك. تخيل نهاية بديلة من شأنها أن تضع النقاط على الحروف، سيكون هذا أفضل بكثير من تعذيب نفسك باستمرار بماذا لو. 4. تأثير فيبلين، سلع فيبلين هي تلك الأغراض الفاخرة والتي يزيد الطلب عليها عندما يرتفع سعرها. لو كنت تعرف القليل من أساسيات الاقتصاد، أسمعك تقول: لحظة، من المفترض أن يزداد الطلب مع انخفاض السعر، من العاقل الذي يريد المزيد من سلعة أعلى؟ حسناً، اسمح لي أن أقدم لك تأثير فيبلين. باختصار، هو الطلب على السلع باهظة الثمن الذي لا أساس له من الناحية الاقتصادية. هذا التأثير شائع جداً بين الشباب الذين يعتبر وضعهم الاجتماعي ذا أهمية قصوى بالنسبة لهم، إذ ينظرون إلى السلع الرخيصة والتخفيضات على أنها معيبة أو رديئة.
كيف تتجنب الوقوع تحت هذا التأثير؟ إذا كنت أسيراً للإصدارات الجديدة لبعض الهواتف أو الحقائب الفاخرة أو أياً كان، فقد وقعت بالفعل في فخ تأثير فيبلن. في كل مرة تشتري فيها شيئاً غالياً جداً، حاول أن تكون صادقاً مع نفسك وتطرح السؤال التالي: هل أدفع المال للجودة أو لإبهار الآخرين من حولي؟ 3. تأثير التصرفات الحمقاء. وفقاً لهذا التأثير، فإن الأشخاص الذين يرتكبون أخطاءً سخيفة أو مضحكة في بعض الأحيان يبدون أكثر جاذبية وسحراً. الكمال بدوره يبقي الآخرين بعيدين عنك وقد يضايقهم حتى. ومع ذلك، فإن هناك شيء مهم ينبغي أخذه بعين الاعتبار هنا. هذا التأثير ينطبق فقط على أولئك الأشخاص الذين عادة ما يكون أداؤهم جيدا. إذا قام شخص ذو كفاءة عالية بهفوة، يبدأ الناس في الإعجاب به أكثر. من ناحية أخرى، إذا تم ارتكاب خطأ من قبل شخص يعتبر أحمقا أو غير كفؤ، فإن ردة الفعل ستكون سلبية. كيف تستخدم هذا التأثير لصالحك؟ لا تخف من أن تبدو أحمقاً أو أن تفعل شيئاً غبياً. في الواقع، هذا سيجعلك أكثر لطفاً وقرباً من الآخرين. هذه النوعية من الناس تبدو أكثر وداً من تلك التي تتبختر في الشوارع مثل الملوك. 2. تأثير بقعة الضوء. تجعل هذه الظاهرة الناس يعتقدون أن الآخرين يلاحظونهم أكثر من الواقع. هذا التأثير النفسي هو بالضبط ما يجعلك تشعر بالذعر من أن الجميع ينظرون إليك ويحكمون على كل أخطائك أو عيوبك. إذا نسيت فتاة أن تضع ماسكارا على عين واحدة، فإنها ستكون متأكدة 100% من أن كل شخص غريب من المرة قد لاحظ ذلك، وأنه ينتقدها في نفسه على شرودها. الفكرة الأساسية لهذا التأثير واضحة وضوح الشمس. يشعر كل شخص أنه مركز عالمه الخاص، لذلك من الطبيعي أن يعتقد الجميع أن الآخرين يرونهم في غاية الأهمية أيضاً. طلب فريق من العلماء من جامعة كورنيل من مجموعة من الأشخاص ارتداء قمصان بمطبوعات سخيفة وتخمين عدد الغرباء الذين سيلاحظونها. في النهاية تبين أن تقديراتهم كانت أعلى بمرتين من العدد الحقيقي للأشخاص الذين لاحظوا القمصان السخيفة. كيف تتجنب الوقوع تحت هذا التأثير؟ لا يلاحظ الآخرون أخطاءك كما يصور عقلك لك، لأنهم مشغولون جداً بالقلق بشأن أنفسهم. إذا كان هناك بقعة قهوة على قميصك أو حبة كبيرة على خدك، فلا تركز عليها كثيراً. ففي النهاية، هل تولي أنت اهتماماً كبيراً لمن حولك؟ ستكون إجابتي أنا لا، ليس في الواقع. 1. تأثير المتفرج. يعرف أيضاً باسم لامبالاة المتفرج، وهو الأكثر أهمية في قائمتنا، ولهذا السبب وضعناه في المركز الأول. يقول هذا التأثير أن الناس يصبحون أقل قابلية لتقديم المساعدة للضحية إذا كان هناك أشخاص آخرون موجودون، وكلما زاد عدد الأشخاص كلما قل احتمال أن يمد أحدهم يد المساعدة. إذا كان هناك الكثير من الناس المجتمعين في مكان واحد واحتاج شخص ما إلى المساعدة، فإن كل واحد منهم سيعتقد أن شخصا آخر سيأتي للإنقاذ، وينتهي المطاف بألا يساعد أحد منهم المحتاج. كيف تمنع حدوث ذلك لك؟ إذا شعرت فجأة بالتعب في مكان عام واحتجت إلى المساعدة في أسرع وقت ممكن، فلا تخاطب الحشد بأكمله من خلال الصراخ ساعدوني أو اتصلوا بالإسعاف، بل اختر شخصا معينا. بهذه الطريقة سيكون لديك فرصة أفضل لأن يتم الاستماع إليك وأن تحصل على المساعدة التي تحتاجها. هل سبق لك أن لاحظت أو شاركت في مواقف ظهرت فيها هذه التأثيرات النفسية؟ أخبرنا في التعليقات أدنى. لا تنسى الضغط على خيار الاشتراك للبقاء على الجانب المشرق من الحياة.